دائرة الدراما الإذاعية تقدم رسائل الأزمنة القادمة. رسائل الأزمنة القادمة. رسائل الأزمنة القادمة. برنامج يبحث في آفاق المستقبل وعوالمه المقامة. التأليف الدكتور طالب عمران. رسائل الأزمنة القادمة. الإخراج فراس عباس. حلقة اليوم بعنوان في قبضة المشافي المبرمجة. بدأت أعداد الأطفال في تناقص مستمر، والعام يدخل في نهايته، وقد لاحت ملامح العام 2049 الذي يسير نحو منتصفه، والعالم في فوضى غريبة تسيطر على كل المجتمعات. ما الذي يحدث للناس؟ لماذا لا ترى سوى البؤس والشرود في ملامحهم؟ معظم الزيجات في العالم لا يكترث أصحابها بالأطفال، وغالبية المتزوجين أصبحوا معتادين على الحياة دون أطفال، وخاصة في الدول التي كانت تسمى في العالم متطورة متقدمة، الحياة فيها كالحلم. كان سالم محتارًا في عدم إنجاب ابنته للأطفال، وقد مضى على زواجها من الدكتور مرعي 4 سنوات، فقرر مفاتحتهما بالموضوع، وانتظر حتى يوم العطلة الرسمية، حيث فاجأهما وزوجته بسمة خلال فترة دعوتهما للغداء بالسؤال المباشر. بسمة يا عزيزتي، جهزي لنا القهوة، سنتحدث مع مرعي وسعاد حديثا خاصا. دقائق وتكون القهوة جاهزة. كيف حالك يا مرعي أنت وسعاد؟ بخير يا عمي، الحمد لله، دخلنا جيد ونقضي أوقاتا ممتعة. آسف يا بني، أريد الدخول في الموضوع مباشرة. أي موضوع؟ موضوع الأطفال. لماذا تصران على عدم إنجاب الأطفال؟ هذا موضوع حساس وهام، أمر غريب أن تمر 4 سنوات دون أن تحمل سعاد. أبي الغالي، أنا طبيبة أطفال وأرى الأطفال يومياً، وبالتأكيد أحن لأن يكون عندي أولاد. إذن ما الذي أخرك عن الإنجاب؟ تعلم يا عمي أننا نعمل معا في المستشفى التخصصي التابع للجمعية الطبية العامة، وكلما نراجع معا من أجل هذا الموضوع يقول لنا الطبيب المختص روبرت ليس هناك مانع أن تحمل زوجتك، هي طبيعية وأنت طبيعي.
لماذا لا تستشيران طبيبا آخر؟ مستشفانا أكبر مستشفى تخصصيا في البلاد التي نعيش فيها. اسمع، لدي صديق تعرفانه جيدا، الدكتور نعيم، هو اختصاصي خارق، لماذا لا تراجعانه؟ أنا أطلب منكم ذلك. ولماذا يا عمي؟ لا داعي لذلك، طبيبنا في المستشفى التخصصي أهم طبيب ربما في أوروبا. أرجوك يا بني، أرجوك، فقط أقول لك ذلك للإطمئنان، الدكتور نعيم ابن بلدنا وهو معروف لكل الجاليات العربية. ولكنه محاصر من قبل أعضاء الجمعية الطبية، ولا أدري السبب. لو سمع روبرت أننا راجعناه قد يؤثر ذلك على وجودنا في المستشفى التخصصي. بني، اذهبا إليه ولو إلى البيت دون حاجة لأن تتكلما عن هذه الزيارة لأحد، هذا رجاء خاص. نعدك بذلك يا أبي، وليبقى الأمر سرا بيننا. عظيم. القهوة العربية الأصيلة، حتى رائحة الهيل كالعبق. سلمت يدك. سلمت يدك. سلمت يدك. تلك الليلة دار حديث طويل بين سعاد ومرعي. والدي معه حق، لماذا لا نستشير الدكتور نعيم؟ تعلمين أننا نعيش في بلاد يجب أن نأخذ موافقة لكل ما نريد القيام به، وهذا جزء من دستورهم. لماذا؟ بعد شهرين نأخذ الجنسية، سننتظر هذين الشهرين ولن يكون للموافقة داع بعد ذلك. ربما ستأخذ إجراءات الجنسية وقتا، ليس أكثر من شهر، كل شيء جاهز يا حبيبي. طيب، سنأخذ الجنسية ثم نتحرر من قيودهم. هل نزور الدكتور نعيم قبل ذلك؟ إذا كانت الزيارة سرية ومع الدكتور سالم والدكتورة بسمة فلا بأس. إذا سأطلب من أبي تحديد الزيارة، ولتكن يوم الأحد المقبل مثلا. زيارة إلى منزله وليس إلى عيادته. حسنا. كان الدكتور نعيم ابن مدينة حلب، وكان يقيم في ميونيخ منذ نحو 30 عاماً. كان يدرس في الجامعة ويمارس الطبابة في عيادته الخاصة. وكانت علاقته مع الدكتور سالم علاقة لصيقة، وهما يحملان هموم الجالية التي استوطن العديد منها في ميونيخ المدينة الهادئة. وكثيراً ما كانا يزوران متحف الدكتور فوات ساسكين عن العلوم العربية، وخاصة علوم الميكانيك، وقد امتلأ المتحف بمجسمات عن آلات وضعها العلماء وطبقوها في عصورهم البعيدة. بين الجزري والكندي وأبناء موسى بن شاكر وغيرهم، وكان المسؤول عن المتحف بعد وفاة فوات ساسكن، أحد الاختصاصيين في العلوم العربية في العصر الإسلامي. شاهد العامري وهو يحمل دكتوراه في علوم العرب.
في أول يوم أحد بعد حديث سالم مع ابنته وصهره مرعي، التقيا في المتحف المعروف باسم متحف ساسكي. أهلا بكما، أتشرف باستقبالكما دائما هنا. رحم الله الدكتور فوات، كان أحد أعمدة المؤرخين في الحضارة العربية الإسلامية. بنى هذا المتحف بجهد مضاعف حتى أصبح مشهورا، يأتيه الزوار دائما. سنتجول قليلا بين الآلات المائية والميكانيكية ثم نعود لنشرب القهوة معا. سأبدأ بتجهيزها فوراً. خيراً، يبدو أنك ستحكي لي سراً يؤرقك. والله يا دكتور نعيم، هو سر يؤرقني كثيراً، عدم إنجاب ابنتي للأولاد. فعلاً هو موضوع مزعج، سألتهما عن السبب؟ المشكلة أنهما في المستشفى التخصصي ويراجعان روبرت طبيب الحمل والولادة، وهو يقول لهما دائما: ليس هناك أي مشكلة، قد تحمل زوجتك يا دكتور مرعي فجأة. صحيح صحيح، هذا ما يقوله فعلا. ولن تحمل فجأة. لماذا؟ أتعرف شيئا عن الموضوع؟ هذا الطبيب رغم شهرته يقوم بأعمال بمنتهى الحقارة. لم أفهم لماذا تقول هذا الكلام. تفضلوا فلندخل إلى هذا الجناح. يبدو أن زواراً آخرين قد قدموا للمتحف. يمكننا الخروج ومتابعة الحديث. أتى بعض الزوار يا دكتور سالم، قد يحتاجون بعض الشروحات عن الآلات المنتشرة في المتحف، لذلك اعذرني أنت والدكتور نعيم، سأكون منشغلاً معهم. لا بأس لا بأس، نحن أنهينا جولتنا وكنا نتجه نحوك لوداعك. القهوة جاهزة في مكتبي، تناول القهوة وبعد ذلك تستطيعان أن تخرجا. حسناً حسناً يا دكتور، بارك الله بك. استغرب سالم ما قاله الدكتور نعيم عن روبرت، وعندما جلسا يشربان القهوة في غرفة شاهد سأله: ماذا قلت عنه إنه في منتهى الحقارة؟ لأنه يقوم بعمل يجعل المرأة لا تنجب، خاصة إن كانت عربية. وحجته في ذلك كبح جماح الزيادة السكانية التي تتسبب فيها الجاليات العربية. ابن الحرام، هذه الجاليات هي التي تعطي الفتوة للأجيال الجديدة ممن حصلوا على الجنسية، أي هي مفيدة لهذه البلاد؟ يجب أن أرى سعاد من كل بد. بالتأكيد بالتأكيد يا دكتور.
كيف لم يخطر على بالي أن سرا في أمر عدم حملها؟ أبقي الأمر سرا يا سالم، الرجل له نفوذ كبير في كل مكان. بالتأكيد يا دكتور نعيم. أعلم سالم مرعي وسعاد أنه أخذ لهما موعداً لزيارة الدكتور نعيم في بيته، حيث سيكون هو وأمها بسمة إضافة لها ولمرعي في زيارة عائلية، حتى لا يشك أحد بأن للزيارة غرضاً آخر. وقد أسر سالم لبسمة ما قاله نعيم عن روبرت. النذل، هذا ما يفعله مع النسوة العربيات وأزواجهن؟ أبقي الأمر سراً أرجوك، الموضوع شديد الخطورة. بالتأكيد، نسقت الأمر مع سعاد وزوجها؟ لا تقلقي، كل شيء تحت السيطرة إن شاء الله. يا رب، اجعل الأمر سهلاً، وأرجو منك يا إلهي ألا يكون ذلك النذل قد فعل شيئاً مرعباً لسعاد وزوجها. كانت سعاد قلقة وهي تتحادث مع مرعي الذي لم يكن مرتاحاً، ولم يحب أن يظهر ذلك لها، وهو في داخله يأكل قلبه الخوف من ذلك النذل روبرت. فهو في الأشهر الأخيرة لم يكن يرغب حتى في إسماع سعاد كلمات الغزل التي كان يتفنن بها، فهو لم يكن يشعر بأنه على ما يرام. قضى ساعاتي بعد ظهر الجمعة متوتراً قلقاً، وقد لاحظ روبرت قلقه وتعدد أخطائه البسيطة وهو يكتب تقاريره عن الحالات، فسأله: تبدو في وضع غير مستقر يا مرعي. لا يا سيدي، بعض التوعك الذي أصابني ربما نتيجة لإغلاقي المكيف لكثرة ما أعطى الغرفة من حرارة، وقد فتحت النافذة وغفوت، ويبدو أنني أصبت ببرد، ولولا إغلاق سعاد للنافذة لكانت إصابتي شديدة. تناولت الدواء؟ نعم، وأشعر بتحسن. إن كنت متعباً يمكنك الانصراف مبكراً أنت وسعاد. شكراً لك يا سيدي، يجب أن أنصرف، أشعر فعلاً بالتوتر. أتمنى لكما التوفيق. يجب أن أذهب وسعاد للراحة، لدينا موعد هام في البيت مساءً، ستبدأ بسمة وسالم في إجراء بعض الاختبارات علينا. أما زلت تشعر بالتعب؟ نعم، سأحاول أن أنام لبعض الوقت قبل مجيء والديك. لا بأس، هيا سأخرج السيارة من الكراج. حسن.
قررت أن تجري على كل منهما بعض الاختبارات؟ لأنني بصراحة خائف أن تكون مشكلتهما كبيرة. ذلك الوغد روبرت ينفذ مخططاتهم الخاصة. مخططات من؟ ماذا تقصد؟ مخططات العنصريين هنا وجماعة الحكومة العالمية. رغم أننا نخدمهم منذ سنوات. جئنا إلى هنا ولدينا أولاد. لو جئنا في شبابنا وكان الدكتور روبرت موجودا ربما لم ننجب أولادا. أشعر بفضول كبير وخوف عليهما يا بسمة. إن شاء الله يمكننا حل المشكلة بمساعدة الدكتور نايم. إن شاء الله. جاء مرعي وسعاد في المساء، وكانت بسمة قد أعدت لهما عشاء خفيفا من الأعشاب المتوفرة في البيت. كان مرعي يطالب بها أحيانا. وقبل العشاء انفردت بسمة بابنتها وبدأت تجري عليها اختبارات خاصة بالحركة ووضع القلب، ثم بدأت بفحصها نسائيا وسط صمت سعاد. لاحظت أن سعاد كثيرة الشعر في مناطق لا ينبت فيها الشعر عند المرأة، فسألتها: من أين لك هذا الشعر يا ابنتي؟ عالجني الدكتور روبرت من آلام المفاصل فظهر لي هذا الشعر، وعندما سألته عن ذلك قال: سيذهب بعد أن ينتهي العلاج، سيذهب سريعاً. أتعلمين اسم الدواء الذي كنت تتناولينه؟ تركيب خاص في مخبر الدكتور روبرت. يا إلهي، فيه هرمونات خطيرة، ربما هي التي جعلتها لا تحمل. هل اكتشفت شيئاً يا أمي؟ لا، سأجري لك ولزوجك تحاليل كثيرة، وسنذهب معاً يوم الأحد إلى الدكتور نعيم. لا بأس يا أمي، أرجو ألا تكوني قد اكتشفت أمراً خطيراً. لا تقلقي، كيف أهملتها طيلة هذه السنوات؟ كان الدكتور سالم يجري في الوقت نفسه اختبارات على الدكتور مرعي، وفوجئ أيضاً بقلة الشعر في جسده، فسأله: هل هناك أدوية خاصة كنت تتناولها وصفها لك روبرت؟ كنت أشعر بدوار شديد، راجعته أنا وسعاد، قال إن شيئاً حصل لي بعد أن عرضني على الكثير من الأجهزة. لم تسألوا عن هذا الشيء؟ تلفظ باسم لاتيني معقد وقال لي: لا تقلق يا دكتور، العلاج عندي وستعود صحيحاً معافى. ما الذي يجري لهذا الشاب؟ أرجو ألا تكون سعاد قد تعرضت لمثل هذه التجارب. يا إلهي، كيف أهملتهما؟ لا يبدو وضعهما مطمئنا.
تناولوا العشاء، وقد حاول كل من سالم وبسمة إطفاء جو من المرح على السهرة، وفي داخل كل منهما قلق خفي على ما اكتشفاه عند سعاد ومرعي. كيف أهملهما كل هذه الفترة؟ ولماذا وثقا بكلامهما عن الدكتور روبرت وقد وصفاه بالعبقري؟ وبعد سهرة لطيفة كما وصفتها سعاد، غادر الزوجان وهما يشكرانهما على جو المرح وعلى الطعام اللذيذ الذي أعدته بسمة. أهملنا ابنتنا كل هذه السنوات. اهدئي اهدئي، لم يكن في يدنا. وثقت هي وزوجها بالعبقري روبرت. أوه يا إلهي، اكتشفت أشياء مرعبة عند مرعي، وبالتأكيد اكتشفت أشياء مرعبة أيضا عند سعاد. اهدئي أرجوك، اهدئي واحكي لي كل شيء. وماذا أقول لك؟ ذلك النذر كان يعطيها أدوية تجعلها لا تحمل أبداً. وماذا نفعل الآن؟ سنرى ما يفعله الدكتور نعيم، هو أملنا الآن. انتشرت الفرق الطبية السرية في العديد من دول العالم عبر منظمة التعاون الدولي للكشف عن الفيروسات الجديدة التي انتشرت في أمكنة عديدة من العالم وقتلت عشرات الملايين من البشر. كانت هي إحدى الخطط التي تنتهجها الحكومة العالمية من أجل تقليل عدد سكان الكوكب، وكانت هناك خطط أخرى تعتمد على الحروب الصغيرة بين قبائل متناحرة أو بين فئات دينية، غذت الحكومة العالمية السرية الكراهية بينها. ودار حوار سري بين أحد قادة المحفل التابع للحكومة العالمية السرية وبين الدكتور روبرت الذي كان الممثل السري لها في بلدان الشرق العربي، وهو الذي يستقبل كل أبناء هذا المشرق في ميونيخ. دكتور روبرت، تصلنا التقارير عنك، أنت تتمتع بمكانة كبيرة عندنا. شكرا لكم أيها المبجلون، أنا أنفذ سياسة حكومتنا العالمية وسترون النتائج سريعا. الشيء المرضي في عملك يا دكتور هو أن الناس عندكم يثقون بك كثيرا ويعتبرونك المرجع الأول في الطب العلاجي. هذا من رضاكم علي يا سيدي. ستصلك خطة جديدة من خبرائنا وننتظر منك تنفيذها، وستكون مكافأتنا لك أن ترتفع عدة درجات في محفلنا. سأكون سعيدا بذلك يا سيدي. بعد نصف ساعة ستصلك الخطة بالبريد الإلكتروني السري الذي نراسلك عليه. سأكون جاهزاً لتلبية كل رغباتكم يا سيدي. عظيم، وبالتأكيد سيكون لك عندنا مستقبل مشرف.
استلم روبرت الخطة الجديدة عبر البريد الإلكتروني السري وقرأها بتمعن وابتسم في سره ابتسامة النصر. سيرى هؤلاء الناس هنا الذين يعيشون على هامش الحياة كيف سنحصد حيواتهم بطريقة سريعة ودون أثر. تبدو خطة محكمة ستكون نتائجها مرعبة. ألو دكتور مرعي، كيف حالك يا دكتور؟ لدي الوجع نفسه في منطقة أسفل السرة. لا بأس يا مرعي، خذي الدواء نفسه الذي وصفته لك من قبل. ألا يمكن أن أراك على الأقل لتفحصني بأجهزتك المتطورة؟ تعال غدا في الصباح، سأهتم بك جيدا. شكرا لك يا دكتورنا، أنت فخر لهذه البلاد. وضع مرعي السماعة وهو متوتر قلق، فهذا الطبيب الذي رشحته منظمة دولية ليكون المرجع لكل الأطباء في الشرق هو رجل وضيع رغم شهرته التي انطلقت مع مجيئه إلى هذا المستشفى برتبة وزير ليكون هو المرجع في كل شيء. أشعره كلام الدكتورة بسمة بالقلق، فهل هناك عقم أصيب به هو وسعاد وكيف يجب علاجه؟ شعرت سعاد بتوتره فسألت: كيف كان حديثك معه؟ تملقته قليلا حتى يثق بي. يمكننا الذهاب لعيادته غدا الجمعة. لا لا يا مرعي حبيبي، لا حاجة لوضع أنفسنا بين يديه ليتابع تطبيق التجارب علينا. إذن سنرتاح في البيت هذين اليومين قبل أن نرى الدكتور نعيم. ولكني أكدت له أنني سأراجعه غدا. لماذا يا مرعي؟ اعتذر منه وقل له إن ألمك بدأ يخف نتيجة الدواء الذي وصفه لك، لن يكترث بإلغاء موعدك معه. يبدو أننا نعيش أسوأ فترات حياتنا يا سعاد. إن لم يستطع الدكتور نعيم علاج حالتينا أنا وأنت، هذا يعني أننا سنزداد بؤسا وشقاء وربما مرضا مبرمجا لتنتهي حياة كل منا قبل الأوان. لما أنت متشائم؟ ثق بالله، بالتأكيد سيساعدنا الله لأننا ضحيتان لخططهم المبرمجة لإذلالنا. ربما أنت على حق، سأكابر على نفسي وأتفائل. لم يحضر مرعي وسعاد إلى الدوام في المستشفى، وقد أخذ كل منهما إجازة صحية طارئة، ولم يكترث روبرت بتغيبهما عن العمل، وقد شعر أن صحتيهما على وشك الانهيار أخيراً. استقبل في مكتبه وافدين جديدين حديثاً هما وائل ونسمة، وكان اختصاص كل منهما له علاقة بالأطفال والتوليد. أهلا بكما زوج وزوجة. نعم يا سيدي،
تزوجنا قبل وصولنا إلى هنا. ولماذا اخترتما ميونخ؟ لهدوئها ولشهرة مشافيها. عظيم، سأعطي أمرا بتأمين ما يلزمكما من بيت للإقامة ثم الدخول في مرحلة تدريبية تحت إشرافي. هذا المستشفى شديد الأهمية وفيه أنبغ الأطباء في القارة الأوروبية. سيرتك في كل مكان يا دكتور، ويشرفنا أن نعمل تحت جناحك. ستزدادان خبرة ومعرفة عندي بالتأكيد. أنت طبيب مشهور على مستوى أوروبا، قرأنا الكثير عنك في صفحات الميديا، ثم إنك نلت جوائز عالمية عديدة. سيكون وجودكما هنا هاماً لكما ولاختصاصيكما. أهلاً بكما. شكراً يا دكتور. شكراً يا دكتور. ألو، نعم، أنا الدكتور سالم. أنا الدكتور كوميت يا دكتور سالم. أعطيت لابنتي نسمة وزوجها عنوانك، ألم تتصل بك؟ أهلا بك يا دكتور كوميت. لا، لم تتصل بي. ربما التحقت بالمستشفى التخصصي أمس عندكم في ميونخ. ماذا؟ قل لها أن تتصل بي، وإذا كنت تعرف رقمها الأوروبي أرسله لي برسالة. أهلا بك وبابنتك وبزوجها. دكتور كوميت، متى ستشرفنا؟ أما زلت تشكو من وجع الظهر؟ سأرسل لك رقمها الأوروبي، وبالنسبة لآلام الظهر تمكنت من السيطرة عليها، وأخطط في الأشهر القادمة لأزوركم. أهلا بك يا صديقي. لا تنسى أرسل لي رقم نسمة. تحياتي لك وللدكتورة بسمة. لا حاجة لأن أوصيك بابنتي وزوجها. بالتأكيد لا حاجة. أنت صديق العمر. أنا الدكتور سالم يا نسمة، لماذا لم تتصلي بي؟ ذهبنا أنا وزوجي وائل للالتحاق بالمستشفى التخصصي. استقبلنا الدكتور روبرت الرائع وفرز لنا شقة، وغدا نكمل أوراقنا للالتحاق بالمستشفى. ألم يكن من الأجدر أن تتصلي بي يا ابنتي؟ أنت في مقام سعاد، لماذا العجلة فورا إلى المستشفى التخصصي؟ الكثير من الأطباء الجدد يحلمون بالعمل فيه. حسن، متى سأراك وزوجك؟ التحقنا بالعمل هنا ويبدأ دوامنا منذ الغد. أعطانا الدكتور روبرت الكثير من العون وسهل لنا كل أمورنا. عظيم، ولكن متى سأراكما؟ ربما يوم الأحد في الصباح، ما رأيك يا دكتور؟ يبدو أن روبرت أطبق عليهما، أعانهم الله. كنت آمل أن أراك غدا السبت. لدينا الكثير من العمل غدا، سأحاول ولكن بالتنسيق مع الدكتور روبرت. يا ابنتي، غدا عطلة وبعد غد أيضا، لماذا التنسيق مع الدكتور روبرت إلى هذا الحد؟ وضعكما تحت جناحه؟ سأكون مسرورة وزوجي أن نكون تحت جناحه. إنه مشهور جدا، وصفحات الميديا لا تفتأ عن ذكره كأبرز الأطباء في أوروبا. إذن سأراكما غدا، أنت والدكتور وائل في المساء، ما رأيك؟ لا بأس، سأحاول إن لم يحدث لدينا طارئ. نسمة، أنتظرك غدا في المساء أنت وزوجك، فهمتي؟ يبدو أن هذا الوعد قد سيطر عليهما،
ورأت في العمل معه أنه خيار يختصر سنوات العمل سريعاً. كان الوضع يزداد تعقيداً، وقد كثر عدد الأطباء الذكور والإناث الذين توجهوا إلى ميونخ للعمل في المستشفى التخصصي عند الدكتور روبرت الذي رشحته الميديا لجائزة نوبل، والعام 2049 ما زال في منتصفه. شعر سالم بالقهر، فالرجل المرعب الذي يقوم بأحقر التصرفات باسم الطب حرم ابنته سعاد ربما من الإنجاب، وهو يخطط لحرمان الأزواج من الأولاد والذين يفدون إلى ميونخ لشهرة مستشفى. ما بك؟ تبدو حزينا. تصوري يا بسمة أن الدكتور كوميت أرسل ابنته وزوجها وهما طبيبان إلى هنا دون أن يعلمني، وقد التحقا وهما متزوجان حديثا بالمستشفى التخصصي الذي يعمل فيه روبرت، الذي استقبلهما بحفاوة وأمن لهما السكن والعمل. ولم تتصل بك؟ مع الأسف لا، لم تتصل. اتصل والدها بعد وصولها إلى هنا وأرسل لي رقمها، وحين اتصلت بها تصوري بدأت تحكي لي عن الدكتور روبرت اللطيف العبقري الذي وضعها وزوجها تحت جناحه. آه يا إلهي، وماذا سنفعل؟ لا يمكن أن نتدخل، روبرت رجل حقود وله الكثير من القوة هنا. أجبرتها وزوجها للمجيء غدا في المساء. يا إلهي يا إلهي ساعدني، قد أستطيع أن أعمل شيئا لهما قبل أن يفوت الأوان. إن شاء الله، حتى لا يحصل لهما ما حصل لسعاد ووائل. وكان للأحداث اتجاهات أخرى غير متوقعة. نلتقي في حلقة جديدة في الأسبوع القادم. إلى اللقاء. كانت حلقة اليوم بعنوان في قبضة المشافي المبرمجة. في الأسبوع المقبل نلتقي مع رسائل الأزمنة القادمة. وتحية من الدكتور طالب عمران والمخرج فراس عباس.